اتفي عليكي يا شاضومة، لو مربية بيت أهلك ما بتعملي هيك بالناس يا أم لسان طويل. بس مو الحق عليكي، الحق على هذا جوزك أبو راس الطفلي يلي حاويكي تضربي انت وياه بين رجال. يا شادومة يا سعائية، وهذا جوزك مو عرفان يطبك بي عليك وعلى من بين الرجال. ولك اخراصي يا كلب يا وطي. هذا وعصام جايلك يا كلب جايلك. سمعني يا يخرب بيتك وانت لك يا امي. واقف لك على الفتر. ليش يا كمسار رجعوا؟ ليش؟ رجعوا لي الطنجرة مشحرة ووسخوا لي الغسيلات بالماء الوسخة، وهن اللي عم يكبوا زبالي قدام الباب. الله يوفقها الفوزية، جرستني بالحارة. ولك بتقومي بتذلي حالك وبتذليني معي؟ أنا بدرس ابني إلي ويسبك كمان؟ كله من عمايلة وعمايل جوزة. بتقومي أنت بتسبيها وهو بيحمل مرته مشان يبهدلك ويبهدلني؟ أنا ما عم بعرف أخواكي، ما عم بعرف أخواكي. هلا ما عاد تعرف أخواني؟ شان واحدة قليلة التربية هي وجوزها؟ لك وانت شو؟ ما انت طلعتي قليلة التربية أكثر منها. فشلت. يبعت لي قطع لساني، يبعت لي قطع لساني. شو قلتي؟ يبعت لي حمى، يبعت لي حمى. ولا ما كان قصدي. عرف فشارتك سعاد؟ عم تقولي لي إيري فشل؟ إن شاء الله بينقطع لساني ابن عمي، إن شاء الله بينقطع لساني. استني عندك. دخيلك ابن عمي، والله مو قصدي. يبعت لي حمى إن شاء الله. شوفي يا بنت الناس، أنت هلا خلاص ما هتلزميني. وشك على قوتك بتضبي أواعيكي وبتنقلعي برات البيت. يا حبيبي الله يوفقك. أنت طالق.